الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. إثبات المحبة لله جل في علاه، وقال إثبات صفة المحبة، وهو يتكلم عن الصفات الفعلية لله جل في علاه الاختيارية. طبعا هذه الصفات أيضا حرب مع الأشاعرة في هذه الصفات، لأنهم لا يؤمنون بالصفات الاختيارية الفعلية، إنما يؤمنون بالصفات الأزلية. ولو عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه الصفة، صفة المحبة لله جل في علاه، ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وإنها من الصفات الفعلية. والصفات الفعلية كما قلنا هي الصفات التي تتعلق بالأسباب، وأنها اختيارية، وأيضا يوصف الله بها حينا ولا يوصف حينا آخر. قال الله جل في علاه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي آية قال: إن الله يحب المحسنين. وفي الحديث: إذا أحب الله تعالى العبد نادى في السماء أن يجبري أن يحب فلان، إلى آخر الحديث. وأجمعت الأمة وأجمع الصحابة الكرام بأن الله تعالى يوصف بالمحبة، وأنه يحب ويحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يجعل الله النصر على يديه، أو قال يجعل الفتح على يديه. وكان ابن القيم له كلام عظيم جدا. أنا صراحة بجتزئ إجمالا الشرح للختام، لأني فصلت الكلام كثير جدا في كتب الاعتقاد، وبينت أيضا كيفية التعبد بهذه الصفات العظيمة. كان ابن القيم يقول كلمة أعظم مما تكون، يقول: ليس العجب ممن يعني أحب فيما أحب، العجب كل العجب أن يحب الرب العبد، أما العبد أن يحب الرب جل في علاه ليس العجب منه، لأن الله يحب لإحسانه لفضله، يحب لجماله لجلاله لعظمته لكبريائه لجبروته لقوته، صفات الذاتية والفعلية. ليس العجب أن يحب العبد الرب، العجب كل العجب أن يحب الرب العبد. نعم، ولذلك قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل. محبة الله جل في علاه تستلزم عطاءه، تستلزم عصمته، تستلزم نجاته، تستلزم الأنس به واللطف. ولذلك قلنا بأن اللبيب القريب لابد أن يثبت لرب هذه الصفة ويسعى إلى استجلابها، هذا نوع من أنواع التعبد بها لله جل في علاه. قبل أن نبدأ بهذه المسألة المهمة، هي صفة من الصفات الاختيارية، والمعنى بأن الله يوصف فيها حينا ولا يوصف حينا آخر، وأيضا تتعلق بالأسباب وتتعلق بالمشيئة، ولذلك هذه كانت فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. أما الأشاعرة من أهل البدعة والضلالة ماذا يقولون؟ يقولون بأن العبد منوط محبة الله به منوطة بمآله، يعني لو كان أكفر أهل الأرض وسيسلم ويموت على الإسلام فإن الله يحب حالة كوني أكفر أهل الأرض. وقالوها في عمر بن الخطاب، قالوا: عمر بن الخطاب كان محبوبا لله في الجاهلية وفي الإسلام، خلط وخبط وغباء وجهل وعدم علم، كيف ذلك؟ كيف ينتظم حتى كتاب الله جل فعلا: أحب التوابين والمطهرين، إن الله لا يحب المستكبرين المتكبرين، كيف ينتظم ذلك؟ فمن كفر بالله جل في علاه وأشرك وطاف حول الصنم حالة كونه طائفا حول الصنم يحب الله لمآله، هذا جهل بالله جل في علاه، هذا جهل عظيم بالله جل في علاه. إن الله يبغض الكفر ويبغض الكافرين حالة كونه كفار. فهنا المسألة هنا عند أهل السنة والجماعة يؤمنون بها حال الاختيار، لا حال إيش، يؤمنون بها حال الاختيار لا حال المآل، يعني المسألة على الحال لا على المآل، المسألة منوطة عند أهل السنة والجماعة على الحال لا على المآل، وهي من الصفات الفعلية، من الصفات الاختيارية، من الصفات التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. نعم، قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا
فأحبه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض فإذا الفرق بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلالة أن أهل السنة والجماعة يجعلونها من الصفات الاختيارية، نعم، تليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله جل في علاه، وأن الله يحب الطائع المطيع ويكره الفاجر الكافر العاصي، فإن الله يكرهه إن كان مسلما على حال عصيانه ويكرهه على حال كفره، فالمسألة على الحال لا على المآل. وإن كان في مآلي أنه سيموت مسلما سيموت مؤمنا سيموت موحدا فإن الله لا يحبه إلا إذا أسلم وإذا أتى بما يحب الله جل في علاه من الطاعات التي أمر الله بها سبحانه جل في علاه. هذا الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. وأيضا البدعة والضلالة قالوا بأن المحبة أيضا تؤول على إيش؟ تؤول على اللازم، أنه المحبة إرادة الثواب، المحبة إرادة الثواب، وهذه مشكلة تانية، أنه جعل الصفة هي لازم الصفة، يعني جعل الثمرة وألغى الأصل، أنت تأخذ بالثمرة تؤمن بها وتترك الأصل. الأصل المحبة ثمرتها إرادة الثواب، إرادة العصمة، إرادة العطاء. إذا حسن التعبد لا يجعل بهذه الصفة أن يبحث المؤمن المكلف اللبيب القريب عن أسباب استجلاب محبة الله له، لأن الله إذا أحبه وفقه وكان عبدا موفقا مسددا، وإذا أحب الله جل وعلا جعل القلوب تحبه، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولذلك يقول الله جل في علا: يا جبريل أحب فلانا فيحبه جبريل، وجبريل ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فيحبونه، ثم يكتب له القبول في الأرض من أهل الصلاح، يكتب له القبول في الأرض من قبل أهل الصلاح. لذلك أنت ترى امرأة فرعون عندما رأته رأت موسى ماذا قالت؟ قالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. ثم يوضع له القبول في الأرض، يعني في أهل الصلاح. وأعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه إتيان بالواجبات ثم أن يتبع الواجبات بالنوافل المستحبات. قول الله جل في علاه، قال الله جل في علاه: يا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي محبة ومحبوبية، بيرتقي بها المنازل العلى، محبة ومحبوبية. فالدرجة الأولى درجة المحبة، والدرجة الثانية درجة المحبوبية. فدرجة المحبوبية هي درجة أرقى من درجة المحبة، يسير فيها المرء أن يكون موفقا مسددا، يعني يقول الله جل في علاه: فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فالعبد يصل إلى هذه الدرجة إن كان ممن يصل النوافل بالفرائض. وكان الإمام أحمد بن حنبل كان له 300 نافلة ركعة يصليها نافلة في اليوم والليلة، 300 نافلة ركعة نافلة، وأيضا نافلة الصوم، نافلة الصدقة. فواجب على المرء أن يبحث عن نوافل يضمها إلى الفرائض ليصل إلى درجة المحبوبية. من الأسباب العظيمة المستجلبة لمحبة الله جل في علاه كثرة ذكر الله، كثرة ذكر الله من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه. ومن ذلك كثرة التوبة والأوبة إلى الله جل في علاه، كثرة التطهر، بأن الرجل في كل صلاة يتطهر ويحافظ على الوضوء، قول النبي لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وقول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الإحسان إلى الغير، أن تهش وأن تبش، أن تقابل الإساءة بالإحسان، أن تحسن لمن أساء إليك، أن تتفضل عليهم بجودك وخيرك، بأن تعفو عن زللهم وأن تعفو عن إجرامهم في حقك، هذا كله فيه الخير، يقربك من محبة الله جل في علاه. وأعظم يعني أسباب استجلاب المحبة لله جل في علاه أن تبذل روحك لنصر الدين الله جل في علاه. اللهم ارزقنا ذلك وأنت أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا ذلك وأنت أرحم الراحمين. نعم، من فوائد محبة الله جل في علاه أن تكون عبدا موفقا مسددا، كنت سمع الذي يسمع به، بصر الذي يبصر به. من فوائد محبة الله للعبد أن يفتح على يديه كما فتح على
علي بن أبي طالب رجل سواء لا أعطينا الله غدا رجلا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. من ذلك أن يكتب الله لك القبول في الأرض بين الصالحين ويجعل قلبك في يعني أو محبتك في قلوب المؤمنين. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: إثبات الصفات الاختيارية لله جل في علا للمرء ستان، صيت في السماء وصيت في الأرض، وصيت الأرض مرتبط بصيت السماء، لذلك محبة السماء تظهر وتنضح على محبة الصالحين في الأرض. من حرف صفة من صفات الله جل في علا فقد ضل، لأنهم لما قالوا إرادة الثواب خالفوا الكتاب، ظاهر الكتاب، خالفوا ظاهر السنة، خالفوا إجماع الصحابة، وأتوا بمراد ليس هو مراد الله جل في علا، وألزموا الناس بأنه مراد الله جل في علا. بهذا يكون الله تعالى ختم لنا دروس الليلة، ولله الحمد والمنة. نسأل الله جل في علا أن يشكر لكم، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن يجعله إخلاص لوجه الله الكريم. فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من